بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا الله بالصف الأول الثانوي العام الأستاذ شرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مستمرون معك في حالة تدريب المنهج بتاعك العام 2020 من كتاب جيم للعام 2020. إن شاء الله النهاردة هنبدأ الوحدة الستة تحديدا الدرس الأول والثاني منها. هنشتغل على الفوكابل إكسرسايز بتاع الدرس 1 و2. بدأنا إن شاء الله على صفحة 305 على بركة الله. هنبدأ بالمحفوظ، يقول لك My husband always buys red roses for me on my birthday. زوجي دائما ما يشتري لي ورود حمراء في عيد ميلادي. How ايه بقى؟ وبعد كده فراغ وعلامة التعجب. يا ترى رومانتك بمعنى رومانسي، هوريبل بمعنى فظيع، فاني بمعنى ممتع او مضحك، وكوميك بمعنى كوميدي. طيب لما بنجيب يا شباب كلمة هاو زي ما انت شايف كده، وبعد كده مكان فاضي وفي صفة، وبعد كده علامة التعجب معناها يا له من شيء كذا. واحد عمال يشتري ورود حمراء في عيد ميلاد زوجته، يبقى الانسان ده نقول عليه ايه بقى؟ نقول عليه رومانتيك، انسان رومانسي. وادي هاو اهي، عشان تبقى هاو رومانتيك معناها على بعضها يا له من شيء رومانسي. اجابتنا في جمله رقم واحد. اتنين بيقول لك فيها هاو ستادد ماتش اوف احمد شوقي's كلاسيكال كذا وين وي وير ات سكول. احنا درسنا الكثير من احمد شوقي، وكلمه كلاسيكال هنا معنى كلاسيكي كذا عندما كنا في المدرسه. طيب مين احمد شوقي؟ احمد شوقي امير الشعراء المصري، وهو شاعر. خلاص كده احنا قلنا امير الشعراء المصري، خلاص ده شاعر معروف. بما انه امير شعراء يبقى اكيد معروف، وده طبعا من اصحاب الشعر الكلاسيكي وما الى ذلك، والحاجات دي حد طبعا تدرستها وعارفها. جميل. بما انه راجل، احنا قلنا امير الشعراء، يبقى ده الراجل ده كان الحاجات اللي درسناها له كانت بروز النثر، وده عكس الشعر. ولا جيم لعبه، ولا موفي فيلم، ولا بويتري شعر. خلاص ما احنا قلنا ان ده راجل شاعر، يبقى اذا احنا درسنا له ايه؟ درسنا له بويتري. اجابه واحده صحيحه في جمله رقم 2. تتبع لك فيها I have a friend who never jokes. انا عندي صديق عمره ما يهرج، يعرفش التاريخ خالص، يقولش نكته ابدا. طب يبقى ده مواصفاته ان هو ايه بقى؟ هي از ايه بقى all the time؟ سيفير قاسي، سيريس انسان جد، ولا فاني انسان ممتع مسلي مضحك، ولا جويفول مليء بالسعاده والمرح؟ احنا قلنا ده انسان ما بيهرجش، يبقى مواصفاته ان هو ايه بقى؟ سيريس بمعنى جد. اجابه واحده صحيحه في جمله رقم 3. طب نحرك الشاشه عشان نروح لجمله رقم 4 واللي بعدها فراغ. وبيقول لك كذا از سمول ستونز، كذا هو عباره عن حصوات صغيره او احجار صغيره. تمام؟ يوز تو ميك، يستخدم في صنع السيرفس، سيرفس بمعنى سطح. فور باث، باث اللي هي الممرات، وهنا واخده الجمع اهي. رودز الطرق، واتسترا الاخر. ايه ده بقى؟ مارفل اللي هي المعنى الاولي ليها او المعنى الاساسي ليها، معجزه، عجيب، عجيبه، وتيجي برضو بمعنى رخام. بريفري المعنى الحرفي ليها الشجاعه، روك بمعنى صخره، وجرافل اللي هو الحصى. طيب اللي بيستخدم بالمواصفات اللي قدامك ده هو مارفل الرخام. اجابتنا في جمله رقم 4. 5 يقول لك فيها يو كانت، لا يمكنك كذا، وبعد كده جاي فراغ ذا وورد برينج اند بايت. برينج بايت الكلمتين دول انا بقول لك ما تقدرش. ايه بقى في الكلمتين؟ برينج معناها يحضر، بايت معناها يعض. انا مش مشكلتي في المعنى، انا مشكلتي في النطق. برينج بايت الكلمتين دول مش ما عاملينش ايه مع بعض، ما عاملينش ريزم وزن شعري، هارم يضر او ضرر، ولا فيرس اللي هو بيت من ابيات الشعر، ولا رايم اللي هي بيقولوا عليها قافيه، هي دي رايم. مش عاملينهم الاثنين مع بعض رايم، ما عاملينش قافيه، لان دي نطقها. ايه بقى؟ اسمع كده النقطه دي، برينج، طب دي ايه؟ بايت، مفيش رايم بينهم خالص. في 6 بقول لك فيها ووكينج از ا اور ان، المشي كذا، فورم اوف اكسرسايز، شكل من اشكال التدريبات، اول اوفر ذا وورلد، في كل اشكال، في كل انحاء العالم. طب نقول عليه بقى فار اللي هي المعنى الحرفي ليها بعيد، ولا ادفنتشرس، ادفنتشرس معناها مليء بالمغامرات، ولا بوبولار بمعنى شائع او معروف او محبوب والحاجات دي، ولا ورم، ورم بمعنى دافئ. طيب المشي بنقول عليه popular form of exercise بمعنى نموذج من نماذج التدريبات الشائعه اللي الناس كلها تعرفها. سبع لك فيها some submarines look for sinking كذا at the bottom of the sea، بعض الغواصات كانت بتبحث عن ايه؟ كلمه sinking هنا بمعنى غارق. at the bottom of the sea في قاع البحر. pleasures اللي هي السعاده والفرح والحاجات دي، measures بمعنى مقاييس، treasures بمعنى كنوز، وبريشرز اللي هي ايه؟ الضغوطات او الضغط. طيب اللي هم بيدوروا على كنوز، بنقول عليها sunken treasures بمعنى كنوز غارقه. اجابتنا في جمله رقم 7. الجمله 8 بدأ فيها فراغ، وبيقول لك از لونج جراس، هو عباره عن اعشاب طويله.
that has been cut تم قطعها and dried وتجفيفها. Often used as food for cattle بتستخدم كطعام للماشية. طيب case بمعنى قضية أو حالة. Plot بمعنى قطعة أرض. Gravel بمعنى حصى وهي بمعنى القش. هو ده هي القش هو اللي بيتم قطعه وتجفيفه علشان تاكله الحيوانات وده طبعا زي ما قلنا ايه مواصفاته قدامك في الجمله اللي احنا اشتغلنا عليها. تسعه بيقول لك فيها ده ترسلوا من الارهابيين ربنا عافينا جاء فراغ a French tourist سائح فرنسي and asked for a ransom طلبوا فديه. kidnapped اختطفوا improved حسنوا saved انقذوا وربد بمعنى سطى سطوه مسلح. الارهابيين خطفوا سائح فرنسي kidnapped اختطف اجابتنا في جمله رقم 9. نحرك الشاشه عشان الجمله رقم 10 تكون هي اللي ظاهره قدامنا وكمان نشوف معاها رقم الصفحه. وبيقول لك فيها اتس سبوز تو رين تومورو من المفترض ان هي تمطر بكره. جميل جدا. ان ذات ايه في هذه كذا وي وونت تو جو مش هنروح. سكسس ينجح او نجاح كيس بمعنى حاله ادفنتشر بمعنى مغامره وكي بمعنى مفتاح. In that case في هذه الحالة يعني في حالة إن الدنيا تمطر يبقى إحنا مش هنطلع بكرة أو مش هنروح يعني المكان. 11 بيقول لك أه بقى فراغ إذا بيرسون كذا هو شخص هو سيلز إن الشيب الذي يبحر في سفينة and attacks other ships ويهاجم سفنا أخرى in order to steal from them عشان يسرق منهم. مين اللي بيعمل كده؟ برجلر اللي هو لص ولا برجلر طبعا ده بيبقى لص بيسرق المحلات الحاجات دي ثيف برضه نوع من انواع اللصوص وبيسرق ممكن المال منك يسرق حاجات زي كده. وروبر اللي هو بيقولوا عليه الساطي وده سطو مسلح ده بيسرق بالاكراه. وبايرت قرصان هم كلهم حراميه الاربع اختيارات في حراميه. بس مين الناس الجمله؟ الناس الجمله ان بايرت ده اللي هو قرصان وده الشخص اللي يقوم بالسرقه عن طريق السفن. 12 بادي بيها بفراغ وبيقول لك رو. طيب ماشي احنا مش هنترجمها غير لما نجيب ايه الاختيار من تحت. is a line of plants ماشي that have small fruits. طب ايه ده؟ current خلي بالك ان هو بالاي وعندي current بالاي وباد وفروتلس اجابتنا هي current بالاي. طب اللي هي عباره عن ايه؟ current رو اللي هو الزبيب يا شباب اللي هو الزبيب ده عباره عن نبات. النبات ده بيبقى فيه فاكهة حجمها صغير اللي هو الزبيب ده طبعا في الأصل كان عنب وبعد كده لما تم تجفيفه بطريقة ما فتحول إلى زبيب فبيسموه كارنت رو بالإيه. طب أمال كارنت بالإي دي إيه دي؟ كلمة كارنت بالإي دي معناها حالي حالي يعني في الوقت الحاضر. باد معناها سيء وفروتلس معناها بلا ثمار مفيش فيه ثمار. خلاص يبقى الكارنت رو هو عبارة عن زبيب. الزبيب ده هو كان إيه ثمار إيه صغيرة جدا في فترة ما. ماشي. طيب نروح لجمله رقم 13 بيقول لك فيها ماي فادر بوت اسمول والدي اشترى ايه صغير وجاب فراغ اوف لاند من الارض تو بيلد ا فيلا اون عشان يبني عليها فيلا. اشترى باكيت عبوه ولا اشترى بلوت قطعه ولا ابار. تمام ابار اوف بار بقول لك ايه ابار اوف سوم مثلا اللي هو قطعه صابون يعني ولا لاين خط. طب الاب ده اشترى بلوت اوف لاند بمعنى قطعه ارض. الجمله 14 بيقول فيها اتس ذا ريسبونسبيلتي اوف بيرنتس انها مسؤوليه الاباء تو ميك ذا تشيلدرن لكي يجعلوا ابنائهم او ان يجعلوا ابنائهم فولو يتبعوا جاي الفراغ وين ذي ار ان ذا جاردن عندما يكونوا في الحدائق. رولز بمعنى ادوار رولز بمعنى بكرات رولز بمعنى قواعد ورودز بمعنى طرق. طبعا الحاجات اللي هتتبعها الابناء في الجنان هي رولز القواعد القوانين اللي بتحكم الوجود في هذا المكان. 15 بيقول لك فيها ايكونوميك ايكونوميك معناها اقتصادي ايه؟ should get more attention يجب ان يكون لديه اهتمام اكبر in our country في بلدنا. ايه الايكونوميك ايه اللي احنا محتاجين له اهتمام اكتر؟ تيشوز تيشو اللي هي المناشف ودي الفوط والحاجات دي choices اختيارات forms اشكال وايشوز بمعنى قضايا هي دي قضايا عشان تبقى ايكونوميك ايشوز القضايا الاقتصاديه هي اللي محتاجه مزيد من الاهتمام في البلد بتاعنا. طيب ماشي نروح صفحة 306 عشان نكمل التدريبات. عنوان الوحدة واضح قدامنا يا شباب اهو اهو قدامك واضح جدا. الجملة 16 بيقول لك فيها دكتورز always advise people that a good diet keeps you كذا all your life.
الأطباء دائما ما بينصحوا الناس بإن النظام الغذائي الجيد هو اللي بيحافظ على حياتك كذا طوال الوقت. هيلث الصحة نفسها، هيلثي معناها بصحة جيدة، ويلث الثروة الفلوس، ويلثي معناها إنسان سليم. طب الحاجات الرجيم ده الجيد أو الطعام الجيد هيخليك هيلثي، هيلثي معناها بصحة جيدة. إجابتنا في الجملة رقم 16. 17 بيقول لك فيها before you resign، قبل أن تتقاعد تستقيل يعني من شغلك، you should، يجب عليك إيه؟ the effect it will have on your family، التأثير اللي هيعمله ده على عيلتك. choose يختار، consider يضع في الاعتبار، discuss يناقش، ودوب معنى يفعل. you should consider يعني يجب أن تضع في اعتبارك. يعني إيه يضع في اعتبارك؟ أنا عايز أقول لك فكر كويس، حط في اعتباراتك إيه اللي ممكن يحصل وإيه اللي ممكن يكون تأثير هذا التقاعد على أبنائك. 18 بقول لك فيها it was a good concert، كانت حفلة جميلة، حفلة موسيقية. and I enjoyed، وأنا استمتعت the last song، الأغنية الأخيرة in A. عايز أقول لك إن وهيكمل ده حرف جر كده. it was fantastic، كانت رائعة. يبقى إيه ده؟ in particular معناها على وجه الخصوص، على وجه التحديد. in public، in public معناها على الملأ، على العامة. in special، كلمة special بمعنى خاص. و private معناها ملكية خاصة. خلاص؟ طيب الشخص اللي بيتكلم ده عجبته الأغنية الأخيرة in particular بمعنى على وجه الخصوص أو تحديدا زي ما بيقولوا يعني. 19 بيقول لك فيها he always، هو دايما كذا، the door، الباب، of the house، بتاع البيت، when he leaves، عندما يغادر. he is very careful، حريص. بما إنه إنسان حريص بمعنى الباب، locks ينظر، leaks يسرب، unlock بمعنى لا يغلق، ودي طبعا locks، ولوكس يغلق، لا طبعا يغلق، والغلق هنا هو غلق بالمفتاح، مش غلق عادي كمان. الجملة 20 بيقول لك فيها some animals usually، بعض الحيوانات عادة ما لهم بقى holes بمعنى ثقوب in the sand، في الرمال، to bury their eggs، عشان ايه؟ يدفنوا البيض بتاعه. الحيوانات دي بتعمل ايه بقى؟ big بمعنى يتسول، يشحت. dig بمعنى يحفر، look بمعنى ينظر، و research بمعنى يبحث. الحيوانات دي بقى dig holes، بتحفر حفر او ايه بقى ثقوب في الارض علشان يحط فيها البيض بتاعه. وعشان بيقول لك فيها هي kept the gravel walk، kept the gravel walk بمعنى اتبع الطريق او مشى على الصراط زي ما بيقولوا. the word walk here means walk هنا معناها ايه؟ نرفع الشاشه بس شويه عشان تبقى الكلمه قدامك. hike بمعنى يتمشى، journey بمعنى رحله بريه، movement بمعنى حركة، و path بمعنى ممر، هي دي أو ممشى زي ما بيقولوا، عشان هنا walk بمعنى الممشى أو الممر اللي أنت بتمشي فيه أو بتتبعه علشان تمر بيه. ننتقل للتدريب العنوان expressions idioms prepositions derivative synonyms and antonyms، وده هيبدأ مع جملة 22. I needed to get، أنا كنت في حاجة إن أنا جيت إيه؟ from the pressures، من الضغوط، of work for a while، الضغوط بتاعة العمل لبرهة من الزمن. يا ترى get out ولا get away ولا get off ولا get by؟ get out، عايز اقول لك انه ايه، كان محتاج يعني يطلع من هذه الضغوط يعني. ما ترجمش ترجمة حرفية يقول لي طب ما get away معناها يخرج، لا، get out from هنا بمعنى عايز اقول لك ايه، يتخلص من الاعباء شوية بتاعت ايه او ضغوط العمل. طيب نروح ل 23 بيقول لك فيها I bought some new shoes، انا اشتريت حذاء جديد. which are very similar، تشبه ايه؟ a pair I had before، حذاء كان معاه قبل كده. طيب similar ايه هنا؟ هو الحرف الجر اللي يجي معاه similar معنى مشابه، اقول for ولا at ولا to ولا of، similar to بمعنى تشبه. اجابتنا في الجمله رقم 23. 24 بيقول لك فيها a lot of نجيب محفوظ novels، الكثير من روايات نجيب محفوظ، were made كذا films، تم تحويلها كذا افلام. ايه حرف جر مع ميد هنا وفيلمز؟ تو، اب، انتو، ولا باي؟ ميد انتو فيلمز، معنى تم تحويلها او تم ايه عملها إيه في شكل افلام. 25 بيقول لك فيها I always ask my children to put their clothes، انا دائما ما اطلب من ابنائي ان هم يضعوا ملابسهم ايه بقى؟ to keep their room tidy، خلي بالك ان هو put محتاجه حرف جر معاها علشان تديني كلمه جديدة ومعنى جديد غير اللي انا قلته. put ايه بقى؟ put on ولا put off ولا put away ولا put out؟ put away هنا بمعنى يرتب بقى، مش معناها يضع زي ما ترجمناها قبل ما نجيب لها حرف جر. put away معناها يرتب.
الجملة 26 بيقول لك فيها the players come from، اللاعبين بيأتوا من كذا، جاب فراغ of communities، communities بمعنى مجتمعات. So they are different، هم مختلفين. From either of communities various بمعنى متنوع، varied ماشي، المعنى الحرف ليها ده الماضي من ذاري يتنوع، ده الماضي منها تنوع، variety بمعنى تنوع، و variably ها اللعيبة دول جايين من a variety of، تنوع من المجتمعات، او زي ما بيقولوا ايه مجتمعات ذات تنوع. دي اجابتنا في الجمله رقم 26. نروح للجمله رقم 27 ومعها ظهر رقم الصفحه وبيقول لك فيها as a young man، كشاب he went off to Africa، ذهب الى افريقيا looking for، بحثا عن ايه؟ adventure المغامره، adventurous الحدث نفسه فيه مغامره، adventure الانسان المغامر. adventure دي جاي من ايه؟ adventure يقوم بعمل مغامره، وهي دي واخده ايه؟ واخده شكل الماضي. طيب هو الراجل ده لما راح افريقيا وشاب وما اعرفش ايه كان بيعمل ايه؟ looking for adventure، بحثا عن المغامره. اجابتنا في الجمله رقم 27. 28 بيقول لك احمد فؤاد نجم، وده كان شاعر مصري معروف، بيقول عليه was a great poet، بيقول عليه ان هو كان شاعر عظيم. as he always wrote good، لانه كان دايما بيكتب good ايه؟ poems قصائد، poet معناها شعر، poetry معناها شعر. طيب لسه في اختيار تاني، بيقول لك both A and C، A و C مع بعض. ايه يعني poems اللي هي القصائد و C اللي هي poetry؟ تمام؟ الاثنين ينفعوا، اللي هي الاختيار دي كان بيعمل ده وده، بيكتب قصائد وبيكتب شعر. اجابتنا هنا هتكون الاختيار دي في الجملة رقم 28. 29 بيقول لك فيها we can walk if it's not far، احنا ممكن نتمشى لو المسافة مش بعيدة. ده سنة المرة دي بقى هنختار اجابتين، عشان خلي بالك من الحتة دي، هنختار اجابتين من خمسة. فبقول له we can walk if it's not far، احنا ممكن نتمشى لو المسافة مش بعيدة. The synonyms of the word far، عايز مرادف كلمة far بعيد ايه؟ remote بعيد او نائي، near معناها قريب، close معناها قريب، safe معناها امن، و distant معناها بعيد. انا عايز مرادف، مرادف يعني معنى، معنى لكلمة far. خد لها remote بمعنى بعيد او نائي، وخد لها distant برضو بمعنى بعيد او نائي، ودي اجابتنا في الجملة رقم 29، remote و distant. 30 بيقول لك فيها I could hear strange voices outside the room، انا كان يمكنني او استطعت ان انا اسمع اصوات غريبه خارج الحجره. The antonyms of the word strange بقى عكس غريب بقى ايه؟ familiar مألوف، ولا conventional، conventional بمعنى تقليدي او مألوف برضه، ولا unpopular غير شائع، و deviating في انحراف، و safe بمعنى امن. الاجابه بتاعتنا هي familiar مألوف و conventional بمعنى تقليدي او مألوف، ودول اجابتنا في جملة رقم 30. بكده يكون انتهى تدريب الفوكابلري. الدرس 1 و2، الوحدة 6. لكن إن شاء الله لسه لا يزال لدينا العديد والعديد من تدريب المنهج بتاعك. إن شاء الله انتظرونا في المزيد مع معلم خبير اللغة الإنجليزية مستر أستاذ عزت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.